مراد، لو تضعنا في صورة الملابسات عملية الاختطاف التي تمت اليوم من قبل الميليشيا، وتم الاختطاف لوالدك. الوالد طبعا أتت مجموعة من المسلحين ما لا يقل عن 20 شخص ليلة أمس طبعا الساعة 9، نعم، وتم أخذه من البيت، يعني اسمه إلى مكان مجهول، يعني ما نعرفش لحد الآن إلى أين وصل وأين هو وأين، يعني إيش بيعمل، نعم، ولا نعرف حتى ما هي التهمة التي حددوا لكن عليه. مراد، ولا الوالد لم يتعرض لتهديد خلال الأيام السابقة؟ إلا على حسب علمي تعرض لتهديد من اسمه من الحوثة، نعم، بأنه لا يعني بمارس، يعني حسب الواتساب وحسب كذا وحسب، قالوا بمبرر تعرض ماذا؟ لعدة مش مرة واحدة. كيف يا أخي؟ بمبرر ماذا يعني التهديد؟ بمبرر يعني استخدامه الواتساب وما واتساب كذا. يعني بمبرر استخدامه لبرنامج الواتساب يتم اعتقاله؟ فقط لا غيرها ولا سوى، يعني هذا التهديدات. اما الاعتقال احنا ما نعرف عنه الحين اين هو موجود الحين، نعم، ما قد عرفنا لحد الان يعني الى اين هو حد موجود. اللحظه لم تعرفوا مكان تواجده. لم نعرف، بالرغم ان احنا مشينا الصباح شفنا الاقسام وشفنا البحث الجنائي وشفنا الامن السياسي والنيابه، ولا نحصل له اي اثر. ما نعرف هل هو موجود في محافظه ضمر او قد شلوه الى محافظه اخرى او نعم، أثناء عملية الاختطاف لم يتعرض المنزل لأي عبث من قبل هذه الميليشيات؟ لا، ما تعرض في اسمه لأي نعم، عبث، وإنما استدعوه بعد محاصرة البيت من جميع الجهات، استدعوه إلى خارج البيت واسمه وطلعوا فوق السيارات ومشوا.